اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من يا هلا رمضان. ضيفنا لهذه الليله معروف بمعاركه التي لا تنتهي. عرفه الناس كفنان ومنتج. ايضا جريء، يعتبر جريء في استفزاز المجتمع عبر مصادمته من خلال نصوص دراميه، ويصر على ان زمن المسلسلات التي تهتم بالشأن المحلي قد ولى. له الحقيقة أعمال سعودية وغير سعودية من إنتاجه، شارك في بعضها كممثلا واكتفى بأن يكون منتجا في بعضها. نستقبل سويا بالفنان السعودي الكوميدي حسن عسيري. أهلا وسهلا. عليكم السلام. سهلا فيك. الله يطول عمرك. ممتنين جدا لحضورك، لكن مبدئيا أنا أستاذنك وأستاذن المشاهدات والمشاهدين في فاصل أول. بعد الفاصل نعود لذكريات حسن عسيري، تابعونا. اهلا وسهلا بكم في هذه الليله الرمضانيه مع ضيفنا العزيز الاستاذ حسن عسيري. اهلا وسهلا فيك ابو مجدي. الله يحييك. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك وانت بخير. ممتن جدا لحضورك اليوم. دائما نسال عن الذكريات، وسؤال يمكن تكرر مع كثير من الشخصيات، لكن مهم انه الاجابات تكون يعني مختلفه. لما انت تذكر الذكريات يجيك حاله حزن ولا فرح؟ والله يجيني ضحك. يجيني ضحك على الأشياء المفصلية اللي أنا أعتقد أنها ساعدت في تشكيلي. يعني تذكر منها شيء؟ أيوة أذكر طبعا. فترة مهمة جدا من حياتي قضيتها في حلقة الخضار في جدة. عينت فيها خير صراحة. منطقة مهمة رغم أنه ساعات الشغل كانت قليلة، هي قبل الأذان الفجر وبعد الأذان بساعة ساعتين تكون أنت إيش قفلت جملة أنت جل ما كنت لا هي الفكرة أنه تجي تريلة كبيرة، فبالذات أنا اشتغلت، ولذلك أنا ماكل. لما كلموني اليوم الأخوان قالوا إيش تفضل على السحور، قلت سوي اللي تبغون بس ما يكون في بصل، لأن أنا اشتغلت في البصل وعشت مع البصل. وكانت شغلتي لها علاقة، أنا تعاملت معها لأني أبغى أعيش كويس وأبغى أرتب أموري فكنت احرج على التريلا بالريالين 4 ريال 3 عرفت. فكنت اتعامل معها كمسرح، وكانت والله البضاعه بتمشي بسرعه. فلما اتذكرها اضحك. امضيت فتره طويله في هذا. اي والله قعدت فوق السنتين وشويه، بس هي فيها دخل ممتاز ترى. لكن للاسف السعوديين بعيدين عنها. يعني تخيل الفتره ذيك كان ممكن انك انت في اليوم تدخل 800 ريال. هذا اذا كنت فقط تاخذ عمولتك على انه انت مثلا تحرج على هالسياره او كذا. كان في مجموعه من السعوديين موجودين، ولكن العمال البنغاليه والهنود وكذا مسيطرين على السوق سيطره كبيره. طيب وهل تتذكر عمرك كم كان؟ نعم اتذكر كان 23 22 23 سنه. كنت تتوقع من يوم من الايام انك تكون فنان او طبعا من زمان؟ انا حتى البصل قاعد اجهز مع البصل اجمع فلوس عشان انتج. ليش يعني حبا في الفن ولا حبا في الشهره ولا حبا في المال؟ لا هو في شيء في داخلي طبعا. انا كنت في والدي رحمه الله عليه، ونسال لامواتنا وامواتكم وموات المسلمين كل رحمه، احنا في ليله مباركه ليله 27 يجعلنا من المقبولين واياكم. أنا كنت ساكن في المدينة العسكرية في تبوك. تبوك كمدينة عسكرية تبعد عن البلد اللي هو المنشية والخالدية والمناطق هذه حوالي 20 كيلو ذيك الأيام، 20 كيلو خط فاضي يعني خط. نعم. إي ومع ذلك أنا أصريت على الوالد رحمة الله عليه إني أنتقل للمعهد العلمي. المعهد العلمي من معاهد جامعة الإمام محمد بن سعود، لأنه كان عندهم مسرح. صادف إنه
مدير المرحلة الابتدائية في المدارس الأبناء العسكرية أخذونا زيارة للمعهد، تعرف كانوا مدارس تزور بعض وكذا، فلما شفت عندهم أسبوعيا ساعتين للمسرح بس، فهذا أثر في وجداني وخلاني أروح. أنا ليش أقول لك بعد المسافة؟ خلاني أحاول أقنع الوالد أنه لما يكونوا خمسة أخوان لي في مكان وجي أنا أقنع أنه أكون لحالي في مكان ثاني، هذا معناها ما في سواق، معناها أنه هو حيوديك كل يوم، ولا واحد من أخوانك الكبار يوديك كل يوم. طيب بس اليوم أنت لما تدخل شيء يتبع جامعة الإمام محمد بن سعود هتشوف أنه يتناقض مع الفن نفسه؟ بالعكس. شوف هذه دائما منطقة حساسة، ودائما الواحد يخاف أنه يتكلم فيها، لأنه في مناطق مجرد أنك تحكي عليها أنت تحس أنه في ناس كثير حتزعل. ولكن أنا أعتقد أن الاطلاع، أنا طبعا أنا في حياتي كلها ترى ما درست لا إنجليزي ولا رياضيات ولا حاسب آلي، هذه كلها ما درستها. احنا كنا ندرس البلاغة، كنا ندرس مع أنك شاطر في الرياضيات، ألفية ابن عقيل الحسابات يعني من البصل ألفية ابن عقيل، كنا ندرس تفسير الأحاديث. أنا أعتقد أن القرب من الإسلام الحقيقي يقودك لكل إبداع، لكل إبداع. أنا هذا في رأيي، عظمة هذا الدين وتسامحه واحتوائه لكل شيء. نعم. طيب المرحلة اللي تعتبرها هي اللي عملت لك التغيير في حياتك أو التحول، يعني عندما أصبح حسن عسيري موجود كفنان ومنتج وأمور ممتازة ويحصل على موافقة من الـ MBC وموافقة من التلفزيون السعودي ومن ERT مثلا ومن بعض القنوات الخليجية، حتى أنت ما شاء الله حتى في عمل لك عرض على المنار، هذه كانت غريبة شوي. لا من جد والله؟ أي والله من جد استغربت أنا. والله ممتاز إذا الموزع نشيط. أي فالسؤال اليوم نقطة التحول إيش كان سببها؟ أنا أعتقد نقطة، يعني خليني بس أرجع للناس شوي بالذاكرة، يعني أنت متى كانت ولا وشي؟ لا حاجيك في السؤال، يعني مثلا أتذكر كان في أعمال بينك وبين ماجد العبيد، بعدين تنطفون فترة ما نشوفكم، بعدين في أعمال قبل، وبعدين في شغلات في النص كذا، أنه حسن مرحلة تخبط كذا فيها توهان، كان في مرحلة كثيرة صح. يعني حتى أنت أدرت مثلا مسكت مكتب قنوات فترة من فترات صح، وقبل كويس قبل شيء غضيتنا معلومة البصل إلى آخرة، في فترة تخبط، لكن في فترة خلاص ظهر أنه حسن عسيري ممثل منتج في أعمال ويدير شركته. متى كانت هذا؟ أنا خليني أقول لك، هي واضحة تماما بالنسبة لي وبالنسبة للي يهمهم حسن ويحاولوا أنه يعرفوا. سلسلة بيني وبينك على قنوات الـ MBC جت بعد ما الـ MBC اشترت الحصة الأكبر من شركة الصدف. فمع الشيخ وليد الإبراهيم بنينا مشروع اللي هو بيني وبينك، فلما بنيناه واشتغلنا عليه صورناه. قبلها كان عندي حالة من التوهان، يعني سويت أسوار، سويت الغروب الأخير، في حاجات كذا تحس أنه أنت أحيانا في التراجيدي يمكن يكون أحسن يمكن كذا. فصار عندي، حتى كان في لقاء مع تركي الدخيل عن هذا الموضوع اللي ذكره فايز المالكي. ما ادري ليش مستعجل على المحاكمه، احنا في ذكريات. لا هذه محاكمه، هذه ذكريات. استني لازم اجيب ولا اسم. لا جيب اسم بجمعه بس انا لا راح نجي له تفصيل في في هذه الفتره. انا حسيت انه لازم اعطي نفسي فرصه، حشوف انا اتكلم عن نفسي، بتصالح مع نفسي في هذه الفكره. فقلت انه انا اشعر انه انا ممثل فاشل، لكن في نفس اللقاء نفسه طبعا انه في تجربه الان مهمه عندي ننتظر نتائجها. أنا أعتقد أنه بيني وبينك كان عمل مفصلي مهم جدا في حياتي وخلاني رقم موجود في الساحة. على مستوى الإنتاج ولا التمثيل؟ على مستوى التمثيل تحديدا. الإنتاج هذا بيني وبينك أظنه كان 2007. أنا موجود من الإنتاج من 90. في فرق بين حسن وبين الصدف، طول عمري بفصل بين الاثنين. حسن هو ممثل، الصدف تنتج في السنة 6 أعمال 4 أعمال 5 أعمال. من 2008 لين 2011 انتجنا أعداد كبيرة، ولكن الفكرة أنه أنا دائما داخل نفسي في فصل بين النظام المؤسسي
لشركة الصدف كمحرك احنا نبغى يكون لصناعة الانتاج التلفزيوني في المملكة وفي الخليج حتى في الوطن العربي لما نروح نسوينا فاروق مثلا في مصر، وبين حسن الممثل. يعني مو لازم السبع الأعمال هذه يشتغل فيها حسن، أنا عادة جرت العادة أني أعمل عمل واحد فقط. نعم. طيب أكثر شيء أنت ندمان عليه في حياتي ولا في حياتي؟ ندمان على الأيام اللي كان ممكن أكون فيها مع أبويا أكثر. لما تفقد والدك تبدأ تفكر شوية. يعني يا ليتني قعدت أكثر، يا ليتني زرته أكثر. يعني هذه هي أكثر. رحمة الله عليه. عشت في الجنوب ولا كلها في الشمال عشتك؟ لا أنا عشتي كلها كانت في تبوك. بس كيف عندك يعني قدرة على أنك اللهجة موجودة عندك أكثر من اللهجة الجنوبية عندك؟ يعني في النهاية هذه بيئتي، واللهجة العسيرية واللهجة الجنوبية كلها هي موجودة. يعني هي رقم مهم في البلد. يعني اللهجة الجنوبية زي كل لهجة، يعني أنا أعتقد الآن الكل يعرفون اللهجات. في أعمال درامية مثلت فيها ندمت عليها تمنيت أنك؟ نعم. مثلا المرحلة اللي كانت اللوائح تقول أنه إذا في ممثل سعودي أي لازم يعطون الشركة هذا، فالحقيقة كلنا اشتغلنا. بس أنا ماني متخيل كيف شلون أنا أطلع في المسلسل وأقول له يا بابا أنا قيد الوقتي طلعت مسلسل؟ إيه طلعت أنا قيد الوقتي، والفول ما حطيتوش الفول، ويعني دخلت في الجو عشان إني شاب مصري وزبطت ولا مصري ولا أي شيء. ورحت الأردن فيش إشي أقدر أقوله. ما سويت أشياء، بس هي دائما الرغبة أنك أنت تجرب. طيب العمل اللي تشوفه يعني تفاخر فيه، يعني تقول هذا العمل قدمني راضي عنه كممثل، قلت الأشياء اللي ندمت عليها وهذا شجاعة منك، بس الأشياء اللي تشعر أنها كاركتر حلو علم والله عنها. خليني أقول لك، أنا كل الأعمال اللي أنا ماني ندمان عليها هي تمثل جزء مني. ما في شك، يعني جزء من إيماني بحياتي بمجتمعي بالأشياء اللي أتمنى أنها تكون في المجتمع اللي أنا أعيش فيه أكيد. لكن أنا أعتز جدا بيني وبينك السلسلة كلها، أنا أعتز فيها بشكل كبير، تحديداً الجزء الأول، لأنه له دهشة كذا. كان تعرف كان طاش هو السائد، يعني فجينا إحنا بتركيبة مختلفة تماماً. النفسيات كانت أهدى، التحضير أهدى، التعامل مع الـ MBC تعامل احترافي، يعني ما كان عنده مشكلة تبغى هالسنة ولا اللي بعدها اطبخوه زين، حضروه زين. ميزتهم ما يخلوك تدخل في الماكينة، يحاول يخليك في الإبداع أكثر من الصناعة. طيب إحنا راح نتكلم عن الماكينة وعن كل شيء، لكن بعد الفاصل أنا الحقيقة أستاذنك. تفضل. وأستاذن المشاهدات والمشاهدين في فاصل أول بعد الفاصل محاكمة حسن عسيري.